مدينة العاشر من رمضان واحدة من مدن الجيل الأول لمدن هيئة المجتمعات العمرانية، واللي صدر قرار بإنشائها في أواخر السبعينات علشان تكون أكبر مدينة صناعية في مصر جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال. ومع الجمهورية الجديدة بدأت مدينة عصر جديد من التنمية، هتكون معاه مدينة صناعية وسكنية وسياحية بما تشهده من مشروعات تنموية هنشوفها معاكم النهاردة. العاشر من رمضان تاريخ عظيم بيحمل البطولة والنصر على مر التاريخ، النصر اللي أعاد الأرض ومعاها الكرامة في معركة العزة والفخر لكل المصريين. النهاردة التاريخ بيتجدد على أرض مدينة العاشر من رمضان من خلال مشروعات هي انتصار حقيقي للتنمية اللي هنعيش معاه حياة جديدة.